المغنيسيوم لعلاج القاتل الصامت. يعاني الكثير من الأشخاص من ارتفاع ضغط الدم الذي يعرف أيضا بالقاتل الصامت. كشفت الدراسات أنه يمكن التخلص من ارتفاع ضغط الدم بتناول معدن المغنيسيوم في حال كان الجسم يعاني من نقص في هذا المعدن. إن المغنيسيوم له فوائد صحية تساعد على تخفيض ضغط الدم عند الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم في حال ما تبين أن هؤلاء الأشخاص يعانون من نقص في معدن المغنيسيوم. أظهرت كثير من الدراسات أن نسبة كبيرة من المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم لديهم نقص في المغنيسيوم، مما يؤدي إلى تضييق الأوعية الدموية وبالتالي إلى ارتفاع ضغط الدم. وبما أن ارتفاع ضغط الدم يتسبب في أمراض القلب والأوعية الدموية، فإن إمداد الجسم بالمغنيسيوم من الممكن أن يحد بشكل كبير من خطر الإصابة بهذه الأمراض. يمكن التغلب على ارتفاع ضغط الدم عن طريق تغيير نمط الحياة وأخذ مكملات المغنيسيوم. أظهرت العديد من الدراسات أن بعض المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم يعانون من نقص في المغنيسيوم، لذلك إن تناول المغنيسيوم يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع حاد في ضغط الدم أو الأشخاص الذين تعد حالة ارتفاع ضغطهم متوسطة. نقص المغنيسيوم في الجسم يمكن التعرف عليه من خلال عدة أعراض مثل الهزات العضلية والارتعاش العضلي والتشنجات في الساق والإصابة بالتوتر والإصابة بالتشنج والصداع والألم في الصدر وضيق الصدر والأظافر الهشة وتسوس الأسنان واضطرابات في النوم.